بسم الله. زي ما شفنا في الداتا كلاس لسه بنستمر معاه، كنا شفنا ازاي نعمل كابي من اوبجكت لاوبجكت. تعال نشوف بعض الاوبشنز الاخرى. خلاص، فاحنا عندنا اوبشن اسمه او فانكشن اسمها هاش كود، ودي بترجع لي انتجر نمبر او انتجر نمبر على حسب القيمه اللي موجوده فيه، زي كده حاجه كده رقم مهيش بيعبر عن الاوبجكت والقيم اللي موجوده فيه. خلاص، فانا هروح اخد المين فانكشن وهلعب بالقصه دي، ومعاهم حاجه اسمها ايكوالز. وايكوالز بتقارن وبترجع لي ترو لو التو اوبجكتس زي بعض، او ترجع لي فولس لو التو اوبجكتس مش زي بعض. احنا كنا عملنا يوزر 1 وعملنا كابي منه اليوزر 2 وكان في تغيير معين، صح؟ هعمل بقى يوزر 3 وهاخده ايكوال لليوزر 1، يعني اعمل يوزر 1 دوت كابي. فكده انا خليت يوزر 1 بالظبط هو ايكوال يوزر 3، ويوزر 2 مش كده بالظبط، مش كده بالظبط، يوزر 2 في تغيير. فخلينا ايه نقول نطبع الاول هاش كود، لان هو بيكون كود خلاص خاص بكل ايه كل اوبجكت على حسب القيم اللي موجوده فيه. فانا قلت يوزر 1 دوت هاش كود ده لليوزر الاولاني. تعال نعمل منه كابي بيست كده برضو لمين؟ لليوزر 2 واليوزر 3 عشان اوريكم الايه الاول هاش كودز ما بينهم هم الثلاثه اللي بتجنريتها الكوتلين دي، الهاش كود بتبقى عامله ازاي. فانا هنادي بس ايه على من يوزر 2، مره هنادي من يوزر 3، ومره هنادي من يوزر 1 للهاش كود. شيل بقى القيم المطبوعه دي بس ونشوف الهاش كود بس الاول قبل ما اكمل البرنامج. طبعا المفروض ان هو هيجنريت كودز كده، هتلاقي اليوزر 1 واليوزر 3 زي بعض. فانا ممكن اطبع بس قيمه بسيطه جدا، هقول له اف ان يوزر 1 دوت ايكوالز يوزر 2، وايكوالز هنا زي بيساوي كده. خلاص، يوزر 1 دوت ايكوالز يوزر 2 ايكوال ترو. لو ما كانتش ايكوال ترو شيلها، هي معناها دايما الاف بتقيم على ان اساسا انت بتقول ترو. فاقول لو كان يوزر 1 ايكوالز يوزر 2 هيعمل ايه؟ هاي برنت مثلا يوزر 1 از ايكوال تو يوزر 2 مثلا، از ايكوال تو يوزر 2. ماشي كده لو كانوا بيساووا بعض. طيب كويس، كويس جدا. إلس هطبع نفس الرساله بس از نوت ايكوال تو، وخلاص از نوت ايكوال تو عشان يرد عليا هو بيساوي بعض ولا ما بيساووش بعض. واخد من ده كله كابي اللي هو الاف ستيتمنت ديت، واعمل بيست بس المره دي هقارن يوزر 1 مع يوزر 3، فغير بس يوزر 3. وفي البرنت هقول له برضه ايه از ايكوال تو يوزر 3 اور نوت ايكوال تو يوزر 3. خلاص، وتعالوا ايه نجرب كده، كليك يمين ورن. يعني كده شفنا فكره الهاش كود وفكره الايكوالز في مقارنه الاوبجكتس مع بعضها. في البرنتنج هنا هيطلع معانا ايه؟ تعال نشوف في الريزلت. طلع لي الهاش كود لو تلاحظوا يوزر 1 ويوزر 2، يوزر 1 ويوزر 3 اخرهم 58 لو انتم شايفين، هتلاقي اللي في النص 89 مختلف. تمام، يبقى كده يوزر 1 بيساوي يوزر 2. وطلع لي فعلا يوزر 1 از نوت ايكوال تو يوزر 2 لان في اختلاف، اما يوزر 1 از ايكوال تو يوزر ايه؟ يوزر 3، لان يوزر 1 2 طبعا كان في تغيير في الايه؟ في اليوزر نيم. وبكده نكون شفنا الهاش كود وشفنا الايكوالز مع بعض واستخدامه.